من ضمن أهم الحاجات اللي لازم نعملها في حياتنا واللي لازم نستشعرها داخليا جوانا، هي إن احنا نؤمن بنفسنا، وإن احنا نبقى عندنا ثقة بنفسنا وثقة بقدراتنا إن احنا نقدر نوصل لأحلامنا، ونقدر إن احنا نقدر نحقق أحلامنا مهما كانت الضغوط، مهما كانت التحديات، مهما كانت أي حاجة يعني بتعدي في حياتنا بتخلينا نحس إن احنا محبطين، ونحس إن احنا مش هنقدر ننجح، وإن احنا مش هنقدر نوصل لأهدافنا. الإيمان بالنفس من أكتر الحاجات، وطبعا الإيمان بربنا قبل أي حاجة. يعني أنا دايما دايما في كل الفيديوهات بقول الإيمان بربنا قبل أي حاجة، لأن قوة الإنسان وقوة علاقة الإنسان بربنا ده بيخليه دايما يحس إن هو ربنا معاه، ودايما بيحس إن هو بإذن الله هينجح، وبيكون اليقين جواه قوي جدا جدا، لأن هو بيكون أصلا علاقته بربنا قوية، وربنا يعني كأنه بالظبط بيبعث له إحساس قوي كده من جواك، لأ أنا معاك وجنبك وبإذن الله كمل وهتنجح، وبيحس دايما إن ربنا واقف معاه وجنبه. كمان طبعا مهم جدا زي ما لسه بقول دلوقتي، مهم جدا جدا ان احنا يكون في ايمان قوي بنفسنا، ان احنا نبقى يعني عارفين قدراتنا كويس، عارفين ان احنا نقدر نوصل لاي اهداف، ونبقى عارفين ان كلمة مستحيل ديت بلاش نحطها في قاموسنا، لان مفيش حاجة في الدنيا مستحيل، كل حاجة في الدنيا مفيش حاجة بعيدة على ربنا. والانسان زي ما قلت قبل كده، طالما الانسان بيسعى وبيجتهد وبيشتغل، وطالما الانسان منظم حياته، طالما الإنسان بيسعى لتطوير نفسه ودايما بيبقى بيبذل مجهود في إن هو تكون حياته أفضل، تكون بيعمل كل الحاجات اللي تساعده في إن هو يوصل لأهدافه وإن هو يحقق أحلامه، فدي حاجة أكيد هتسهله جدا جدا الطريق، حتى وإن كان الطريق نفسه بياخد وقت طويل جدا عبال ما الإنسان بيوصل، لأن أغلب يعني مفيش إنسان في الدنيا بيوصل في حياته مرة واحدة، مفيش انسان في الدنيا بينجح في حياته على طول، مفيش شخص في الدنيا بينام كده وبيقوم تاني يوم يلاقي نفسه خلاص وصل وبقى بيرفكت وبقى يعني كل يعني الدنيا معاه كويسة جدا. لازم كل حاجة بتحتاج وقت، كل حاجة بتحتاج مجهود، كل حاجة بتحتاج مننا دراسة، بتحتاج مننا كورسات، بتحتاج مننا اننا نتعلم حاجات كتير علشان نقدر نوصل لأهدافنا، علشان نقدر نحقق أحلامنا، علشان نقدر ندير وقتنا، علشان نقدر نخلي حياتنا أفضل، علشان نقدر نحقق الإنجازات اللي احنا عايزين ننجزها. ففي حاجات كتير قوي لازم نعملها في خلال يعني في رحلة النجاح علشان ننجح، ولازم نبقى عارفين كويس من أهم الحاجات دي. وأنا حبيت أعمل الفيديو ده تحديدا لأن في ناس كتير بتبقى أصلا ممكن تكون عاملة كل حاجة عليها، ممكن تكون بتسعى دايما لتطوير نفسها، ممكن تكون بتنظم وقتها صح، ممكن تكون بتجتهد، ممكن تكون بتعمل كل حاجة عليها، بس ما عندهاش إيمان بنفسها، بتبقى دايما حاسة من جواها لا أنا مش هنجح، لا أنا حاسة إن أنا مش هحقق اللي أنا عايزة أوصل له، لا أنا مش مجهودي بيروح على الفاضي، لا أنا الموضوع لسه طويل قدامي فترة طويلة، فبالتالي الشخص بيتوقف. لا، مهم جدا جدا ان احنا نعرف ان كل حاجة في الدنيا محتاجة مننا ان احنا نصبر، كل حاجة في الدنيا محتاجة مننا ان احنا نستمر. قصة الاستمرار دي لوحدها عايزة لها فيديو لوحده، لان الاستمرار ده من اهم العوامل اللي هتساعدنا جدا ان احنا ننجح في حياتنا. فنخلي بالنا قوي قوي من النقطة دي، وان احنا نكون عندنا ايمان قوي بنفسنا، وان احنا ما نسمعش لأي تعليقات سلبية ممكن تحبطنا، ممكن تضايقنا، ممكن تدخلنا في دايرة من مثلا ايه من المشاكل او من الطاقة السلبية اللي تخلينا نتوقف ونفضل نسمع من هنا ونسمع من هنا ونتأثر من هنا ونتأثر من هنا، وفي النهاية نحس بالإحباط. فمهم قوي ان احنا يكون عندنا ايمان قوي بنفسنا، يكون عندنا ثقة عالية بنفسنا، يكون عندنا إيمان بربنا طبعا ده قبل أي حاجة، وإن احنا الأهم برضو كمان من كل ده إن احنا نعمل اللي علينا. يعني الإنسان ما ينفعش إن الإنسان يبقى برضو عشان دي نقطة مهمة قوي حابة أتكلم فيها،
ينفعش الانسان يبقى مؤمن بنفسه ويبقى يعني ويبقى يقول انا هنجح وانا هوصل وانا كذا 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 وهو ما بيعملش اي حاجه من اللي عليه. يعني القصه كلها ما ينفعش ان هو يبقى قاعد حاطط ايديه على خده ويبقى يقول لك لا انا مؤمن بنفسي وان انا هنجح وان انا هوصل وان انا هعمل كذا، هو لا بيدرس